لكن قبل كل شيء محمد بنكرش هو الفنان التشكيلي الذي له عديد التجارب، هو نحات وهو رسام وهو كذلك ليس فقط هذا فقط، بل هو كذلك كاتب ومؤلف ومفكر في مجال الفنون التشكيلية، وله كذلك عديد المشاركات في الإعلام الوطني في الجزائر وفي عديد من القنوات التلفزية. والكل يعرف كذلك محمد بنكرش في الفيسبوك، هذا الحاضر بكل تلقائيته وبكل وطنيته وبكل غيرته على الفنون التشكيلية. أقول له مرحبا ونزلت سهلا في تونس، ونحن نعتز بوجودك اليوم بيننا، وإن شاء الله تكون لك كذلك دائما عودة وسعداء. أنت جزائري وأنت تونسي وأنت عربي، مشكور على حضورك اليوم. كما أنت مشكور أيضا أستاذ سامي على الكلمات المتميزة، أنا نحب التكريم يكون مجاله الآن للمبدع الفنان محمد بنكرش من الجزائر. تحية للجزائر الشقيقة، وتحية خاصة للمبدع الفنان محمد بنكرش. هذه صورة تذكارية لهذا المبدع، إن شاء الله كل عام.